أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثالثة من بودكاست نفس. معكم سماح العثمان، مدربة في السلام الداخلي ومدربة لتقنيات العلاج بمجال الفكرة. في حلقتنا لليوم راح نتكلم عن مشكلة أغلبنا يعاني منها، وأغلبنا يعرف أنه يعاني منها بس ما يعرف كيف يتخلص منها أو يأجل موضوع أنه يتخلص منها. المشكلة هي التسويف. خليكم مستعدين، خذوا نفس عميق لأن الموضوع خطير. كم مرة في الجامعة أو في الشغل يكون عندك تسليم لمشروع آخر الشهر وتخطط وتقول أوكي خلاص بسيطة باقي شهر، ويمر أول أسبوع وتقول لا لسه باقي 3 أسابيع، ويمر أسبوعين وتقول أوكي يلا ببدأ أجهز بس تنشغل بأمور ثانية، ويجي الأسبوع الثالث وتقول يلا خلاص ببدأ بس فجأة يطلع لك شيء ضروري جدا أنك تخلصه وتنشغل فيه، ويجي الأسبوع الأخير هنا عاد تدخل في دوامة توتر وقلق وتستنفر وتشغل صفارات الإنذار وتشتغل ليل نهار تحت استرس فظيع إلى أن تسلم هذا البروجكت أو هذا المشروع وأنت منهد حيلك. هذا السلوك منتشر جدا بين الناس، وفي الحقيقة أنا معاكم، أنا أعاني من هذه المشكلة اللي هي التسويف. وبصراحة أثناء إعدادي لهذه الحلقة قلت ليش ما أقدمها بطريقة مختلفة، خليني أنا أدرس نفسي ليش أنا قاعدة أسوي كذا، ليش أنا أأجل المواضيع، إيش المشاعر اللي في العمق اللي تخليني أنا أأجل وتخليني أنا أكسل. فحلقتنا لليوم راح تكون عبارة عن فضفضة أكثر لمشاعري ومشكلتي في التسويف اللي عندي، واللي بحاول أطلع لها حلول إن شاء الله تستفيدون منها وتطبقونها وأنا أطبقها معاكم. بداية خلونا نتكلم عن التسويف، اللي هو تأجيل الأمور الضروري أنك أنت تنجزها ولكن تأجلها إلى أن الحين وقت التسليم أو الديدلاين، ولو ما في وقت تسليم تتوهق بنفسك. وهنا يجي السؤال، ليش نأجل؟ ليش نأجل بعض الأمور اللي إحنا نعرف أن إحنا نحتاج أن إحنا ننجزها؟ بعد بحث وقراءة عدة كتب اللي إن شاء الله ناوية أشارك بعضها على الإنستغرام في بوست هذا الأسبوع، وأيضا من خلال اجتهادي الشخصي في تحليل سلوكي، وجدت أن التسويف يجي من 3 أسباب. خلونا نتعرف عليها. السبب الأول الفراغ. نعم الفراغ، أنك تكون عايش بدون هدف أو تشتغل بدون هدف، فمو مهم بالنسبة لك أنك تنجز هالشيء فتأجله وتأجله وتأجله وما عندك صورة واضحة عنه. يعني إنجازاتك تجاه الهدف هذا أو الخطوات البسيطة اللي مفروض أنك أنت تنجزها حتى توصل لهذا الهدف مو مهمة، لأن أصلا الهدف مو واضح. السبب الثاني اللي هو بصراحة عميق، الملفات المفتوحة. إيش يعني؟ أغلبنا يعاني من هالمشكلة، أن في راسه 1000 شغلة وشغلة بس ما يدري، ابتداء بالأشياء الكبيرة مثل التزامات، مسؤوليات العمل، العلاقات، نزولا إلى الأمور الصغيرة اللي ما تتخيلون إيش هي. كورس دخلته ولا كملته، كتاب قرأت جزء منه ولا أنهيته، علاقة معلقة عندي أقطعها ولا أخليها، هدف قديم معلق يحتاج تخطيط أكثر بس تركته. تخيلوا أن هذه الأفكار والأمور تأخذ حيز من دماغنا وتفكيرنا، فلما أجي أبي أنجز أي شيء وعندي كل هالملفات مفتوحة، هذا يعيق التقدم، يعيق التركيز. وأنا شخصيا لاحظتها في نفسي، أحس أن ما عندي وقت وجدولي مزحوم ودائما أجل أموري، سواء في الجلسات أو في الدورات أو حتى في أموري العائلية، دائما أجل أقول ما عندي وقت، في حين أن أنا عندي وقت بس مخي مشغول بأشياء كثيرة. تبون أعطيكم مثال يوضح الفكرة؟ أنا بصراحة أحب الأمثلة لأنها توصل بشكل سريع. طيب شفتوا جوالاتنا لما نكون مشغلين أكثر من أبليكيشن؟ سناب شات، واتساب، المفكرة، الحاسبة، المتصفح، تطبيق البنك، تطبيق الأكل، تحس أن أداء ضعيف ومعلق، فتبدأ إيش تسوي؟ تبدأ تنظف التطبيقات من السيستم وتحذفهم واحد ورا الثاني، عشان إيش؟ عشان تركيز الجوال يصير أفضل. نفس الشيء نبي نسوي في أفكارنا،
وأنا ببدأ معاكم. عندي كتب كثير بدأت فيها ولا أنهيتها، لذلك بقرر أني أنا يا أكمل هذا الكتاب ولا أسكره تماما هالسنة. مثلا عندي مشروع جديد في بالي، بس أنا عندي مشروعين غيره ويحتاج طاقة وأنا ما عندي، راح أنهي الموضوع وأخليه للسنة الجاية. ديليت. علاقة معلقة مو مبسوطة منها بس تركتها، راح أنهيها وأطلعها من السيستم. ديليت. وقيسوا على ذلك، افتح الملفات اللي جوا ونظفوها واحسموها. تخيلوا أن كل ملف يحمل مشاعر، يحمل نوايا، يحمل جزء من طاقتك وكلها on hold. فالأفضل أني أنا أنهيها وأخلي تركيز ومساحة للأهداف الواضحة والمخطط لها. لذلك إذا حاب تساعد نفسك أنك أنت تحل هذا الموضوع، ابدأ ابحث في داخلك إيش الأشياء المعلقة عندك، سواء كانت كتب، كورسات، علاقات، مشاريع، خطط، أهداف، أي شيء عندك معلق ما أكملته احسم الموضوع، يا تكمله يا تأجله وتعمل ديليت عشان يكون عندك تركيز وطاقة ومشاعر ونوايا واضحة للشيء اللي أنت تبي تنجزه. السبب الثالث، المثالية. وهذه النقطة انتبهت لها وأنا أجهز البودكاست في نفسي من حماسي وحبي للموضوع، من كثر ما أنا متحمسة أني بسوي بودكاست وبجهز الحلقات وأبغاها تكون بيرفكت وأبي معلومات جديدة من مصادر جديدة وأنه يكون ممتع وأنه يكون غير ممل. طبعا هالشي روعة وحلو كهدف، بس المثالية الزايدة خلتني أتعب وأطول. مو معقولة بختم كل كتب العالم وكل الإحصائيات وكل المصادر عشان أكتب حلقة بودكاست. فقررت أني أقرأ كذا مصدر وأبحث وأفكر في الموضوع كسماح، وأقدمه بكل عفوية وكل بساطة، وأقنعت نفسي أنه ما في شيء كامل. يعني ممكن حلقاتي تكون رائعة للبعض وممكن تكون عادية للبعض الثاني. المهم أني أنا أسعى وأعمل المعقول من البحث، وأن أي شيء ممكن بعدين يتعدل ويتطور. فخلينا نكون واعيين على الجانب المثالي اللي فينا، لاني اشوفها كثير في جلساتي وممكن يكون معيق لك ويخليك تأجل بشكل مستمر بهدف انك انت تدور وتبحث اكثر او انك تأدي هذا الهدف على اكمل وجه. مثلا واحدة تبغى تسوي رياضة، فتقول اوكي انا الحين بدور احسن نادي وعندهم مدربة وعندهم اجهزة وعندهم كل شيء. تبدأ تدور تدور تدور، بعدين تقول تدرون إيش، خلوني أخلص الدايت اللي عندي وبعدين بشترك بالنادي. وإذا اشتركت في النادي مثلا تقول أروح عند مدربة ولا أروح عند أجهزة ولا. فالتفكير الزايد أنك أنت تبغى تسوي الصح وتبغى تكون مثالي بيخليك تأجل الهدف ويمكن تتأخر كثير في الوصول له. والحل مع التسويف تكلمنا عنه وعرفنا إيش أسبابه. طيب إيش الحل؟ من خلال قراءتي وبحثي عن هذا الموضوع لقيت أكثر من حل، ولكن شخصيا أشوف أن كل شخص عنده طريقته الخاصة في أنه يتعامل مع نفسه، ولكن أنا راح أشارككم هذه الحلول. بس حاول أنك أنت تبحث عن الحل الأفضل لنفسك وتجربه، وإذا ضبط معك استمر عليه، لأن كل شخص تختلف طريقته في تعامله مع نفسه. الحل رقم واحد، يقول براين تريسي في كتاب Eat That Frog، اللي هذا الكتاب يعني مكتوب عن البروكراستينيشن أو مكتوب عن التسويف، وفي عنده أكثر من طريقة حتى يساعدك في التخلص من التسويف. ولكن ذكر في هذا الكتاب أن من المهم جدا أنك أنت تبدأ بالتفكير أولا بالأهداف، تفكر فيها إيش تبغى تسوي، إيش الخطة، إيش الهدف الأساسي من هذا الموضوع، إيش الصورة النهائية من هذا الموضوع، بعدين تبدأ بكتابة هذه الأهداف أو هذه المهام اللي بتوصلك للهدف اللي أنت تبغى توصله. وبعد ما تكتب الأهداف تبدأ بترتيبها. مو مهم أني أنا أكتب الأهداف لأني بضيع، لكن من المهم أني أنا أرتبها. لما أرتبها تصير عندي خريطة واضحة للوصول لهذا الهدف، عندي خطة، عندي استراتيجي أني أنا أوصل لهذا الهدف عن طريق تحقيق كذا وكذا وكذا. فإذا الطريقة أنك أنت تفكر بالهدف، تكتب الخطوات اللي تبغى توصل لها، ومن ثم تبدأ بترتيب هذه الخطوات. حابة أذكركم بهدية بودكاست نفس، اللي هي قائمة تجهيز المهام، هي جاهزة للطباعة، تلقونها في رابط الانستغرام. طيب
الحل الثاني هو أني أنا أعرف سبب التسويف. هل أنا أأجل لأن ما عندي هدف واضح؟ أو أنا أأجل لأن مخي مشغول بملفات كثيرة مفتوحة؟ أو أأجل لأني مثالي؟ أو ممكن كل هذه الأسباب. المهم أنك أنت تكون واعي بالسبب، وصدقني جزء من حل المشكلة هو أنك أنت تكون واعي بسبب المشكلة. الحل الثالث ما راح أقوله أنا، بتقولها لنا صديقتنا أبرار اللي كانت تعاني من التسويف وعرفت كيف تتعامل مع هذا الموضوع بطريقتها الخاصة. خلونا نسمع رأيها. اكتشفت لأني إنسانة جدا مسوفة، وهذا الشيء بدأ يسبب لي مشاكل، بدأ يسبب لي ضياع فرص، عدم تحقيق أهداف، وممكن هذه الأشياء كلها تنقل حياتي نقلة مختلفة أو الشيء اللي أنا أتمنى أوصل له. بدأ يجيني كل مرة مفروض أسلم شغل أو أني بوصل أني أحقق الهدف، يجيني شعور تأنيب ضمير، لو أنا كنت معطته أكثر من هذا الجهد، لو أنا ما كنت مسوفة كان قدرت أوصل. فصرت لما بسوي أي شيء وأبدأ أتكاسل أو أتعجز عنه أتذكر شعور التأنيب الضمير، شعور اللي أعرف وقت التسليم كيف بحسه، فصار هذا الدافع أني أنا ما أبغى أحس بهذا الشعور، فأنا أبدأ أتغلب على التسويف. إذن طريقة أبرار هي أنك أنت تعيش الشعور اللي سبق أنك شعرت لما انسوفت. هي سبق أنها عاشت مشاعر التأنيب ومشاعر الغضب الداخلي على تأجيل هذه الأمور، فالآن صار هذا الشعور يعتبر محفز بالنسبة لها. كل ما تبي تأجل تتذكر أني أنا لو أجلت رح يجيني هذاك الشعور وتستشعره، بالتالي صار عندها دافع أنها تقوم وتشتغل عشان ما ترجع لهذا الشعور مرة ثانية. وزي ما قلت لكم كل شخص عنده طريقته، وانت عليك انك تحاول وتكتشف طريقتك وتساعد نفسك. اذا اليوم تكلمنا عن التسويف وذكرنا اهم 3 اسباب من وجهة نظري الشخصية في ان الشخص ممكن يأجل ويسوف: 1 الفراغ، 2 الملفات المفتوحة، 3 المثالية. وأيضا ناقشنا بعض الحلول اللي أتمنى أنها تساعدكم وتجربونها وتخبروني بالنتائج. وفي الختام خلونا دائما نوجه تركيزنا على نقاط القوة اللي عندنا حتى نستثمرها، وبنفس الوقت نتعرف على نقاط الضعف اللي فينا حتى نشتغل عليها ونطورها. وخلونا نتعلم كيف نسأل الله أنه يساعدنا في تقبل عيوبنا، ويساعدنا في اكتشاف أسبابها، ويساعدنا في مواجهتها والتغلب عليها، لأن مو الكل يقدر يواجه عيوبه ويشتغل عليها. أتمنى استفدتم من موضوع اليوم. لا تنسون تكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الحلقة، لأن هذا جدا يساعدني في تقديم محتوى أفضل. وأيضا لا تنسى أن تشارك هذه الحلقة مع شخص مسوف. ألقاكم في الحلقة القادمة اللي عنوانها أنت مو لحالك. في أمان الله.